الجولة الصحفية كنقدموها لكم عبر قناتكم شوف تيفي، مرحبا بكم. غادي نبداوها من جيدة المساء اللي عنونات خطير. جزاونا يشتون كبد الحلوف من قناصين ويبيعونه على انه بقري. وفي تفاصيل الخبر كتكتب في سابقة من نوعها اكتشفت مصالح بيطرية اثناء عمليات متفرقة لحجز اللحوم الفاسدة بالدار البيضاء ومناطق حدا المدينة. معطيات خطيرة مفادها ان محلات الجزارة كتشتري كميات مهمة من كبد الحلوف واللي كيعمد احد مشتبه بهم الى توزيعها بعد شراء عدد من الخنازير من هواة القص بغابات قريبة من الدار البيضاء خاصة بالصيد البري. اي والله يحفظنا من لحم الحلوف، حضروا راسكم وعرفوا شنو كتاكلوا. تفاصيل كتير غادي تلقاوها في جيدة المساء. ننتقل مشاهدينا ليومية الصباح اللي كتبت حتى هي في الصفحة الأولى ديالها أضام الناف زوجته ثم حملها إلى المستشفى. وفي تفاصيل الخبر كتكتب لقيت زوجة كتبلغ من العمر 26 سنة نهار الحد حتفها متأثر بالحروق الخطيرة اللي التهمت الجسد ديالها قبل 4 أيام بعد ما صب عليها الزوج ديالها البنزين وشعل فيها النار قبل أن يعمل على إخماد النيران الملتهبة فيها مستعملا بطانية. وأفادت مصادر من جيدة الصباح عن الحادث المأساوي الذي أجرت أبحاثه الضابط القضائية التابعة للدرك منطقة ولاد عبو سلب وفاة الضحية تركة لا تدي الأطفال. تفاصيل كتار لهذا الخبر غادي تلقاوه في جيدة الصباح. نمشيو دابا مشاهدينا صحيفة الأحداث المغربية اللي كتبت في الصفحة الأولى ديالها الأحداث المغربية تنفرد بنشر مضامين مشروع تقنين الإجهاض. وكتبت أيضا كعنوان ثانوي استدي الحالات لن يعاقب فيها القانون على إسقاط الحمل. وفي تفاصيل الخبر كتقول باللي كشفت مصادر مطلعة عن بعض مضامين مقترح وزارة العدل والحريات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعديل قانون الإجهاض، بحيث ذكرت أن المقترح اللي تم وضعه بهذا الشأن كيتجه نحو الإباحة القانونية لما هو مباح غالبا في الإجتهاد الفقهي. أوضحت المصادر ذاتها أن المقترح كيحدد عدد من الحالات اللي كيباح فيها الإجهاض، وهي الحمل الناتج عن زنا المحارم أو الاغتصاب، حمل قاصر، حمل المختل عقليا، حمل الأم اللي كيشكل خطر على صحتها والتشوه الخلقي للجنين واللي كيحددوا اختصاصيون. هذه هي الحالات اللي كيسمح فيها الإجهاض دون أي متابعة قانونية. تفاصيل كتير غادي تلقاوها في جيدة الأحداث المغربية. غادي نختموا معكم مشاهدينا من يومية أخبار اليوم اللي كتبات في خبرها الرياضي عضو بجامعة الكرة ما كاينش النزهة في المغرب. وفي تفاصيل ديال الخبر كتكتب بهاد العبارة ديال ما كاينش النزهة في المغرب طعن نور الدين بيضي رئيس يوسفية برشيد لكرة القدم اللي كيشغل منصب أحد أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أيضا في مصداقية الكرة المغربية والقائمين على شؤونها حتى هما، وذلك من بعد مباراة ديال فريقه أمام مضيفي شباب هوارة اللي سالت بالتعادل هدفين لكل فريق واللي طعن على الإتر ديالها نتائج بعض المباريات في الدوري الوطني الثاني خصوصا الفرق اللي كتلعب باش تطلع القسم الوطني الأول. مزيد من التفاصيل غادي تلقاوها في يومية أخبار اليوم. إذا مشاهدينا من يومية أخبار اليوم كنوصلوا معكم نهاية الجولة الصحفية. قراءة ممتعة، إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تيفي ان سامبل كليك في هاد لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est